بعمل لكم ملوخيه يا سيف عشان امك سابتنا ومشيت يا سيف. عشان احنا نجيب الاكل لوحدينا. انت عايز تاكل لوحدينا؟ ما انا اللي متدبس في الاكل يا عم سيف. هساعدك. هتساعدني؟ هتعمل معايا يعني؟ طب واعمل ايه مع امك بقى اللي سابتنا ومشيت دي؟ اطلقها واتجوز عليها. اطلقها واتجوز عليها؟ تعالى جنبي هنا حبيبي. اعمل لها ايه بقى؟ طلقها واتجوز عليها. طب ولما طلقها واتجوز عليها مين يعمل لها الاكل والشرب؟ افضل متدبس انا كده؟ انا هعمل. انت اللي هتعمل لي؟ طب ما انا كده عايز اتجوز انا. والاكل على النار. طيب انا عايز اتجوز كده. بص يا بابا، انا عندي حل. قول الحل بتاعك يا عم سيف. اتجوز؟ ايوه. وبعد كده اجيب لك مرات اب؟ مش عايز بابا. امك؟ عايز مرات اب؟ ماشي انا اجيب لك مرات اب. بابا. يعني وانت واطلق امك. بابا. ماشي يا سيد. طب انا عايز واحده كويسه. بابا. لا ده انا هجيب لك واحده اموره. هتجيب لي واحده اموره؟ حبيبي انت يا سيد. هتجوزني؟ ماشي يا سيد. وانت كمان؟ ماشي يا حبيبي. يا سلام على اولادي اللي عايزين يجوزوني على امهم دول. ده ولاد حلال. بس يا بابا انا شلت لك دي. ماشي جدع يلا افتح منه الملوخيه يلا يا سيف يلا. يلا يلا حبيبي يلا.